أحسن الله عليكم شيخ، جزاك الله خير. آخر سؤال في رسالة هذا السائل يقول: ورد أن ماء زمزم مما شرب له، فهل يلزم أن نقرأ فيه القرآن ويشربه المريض، أم نكتفي بشربه بدون قراءة؟ الأصل أنه ماء مبارك، أنه فيه شفاء وفيه نفع وإن لم يقرأ به، لكن إذا قرئ فيه من باب الركنة فهذا حسن كغيره من المياه. إذا قرئ به فيه إذا قرئ فيه من باب الرقية فإنه لا بأس بذلك كغيره من المياه، فيقرأ في الماء ثم يشربه أو يسقيه للمريض. نعم، من زمزم وغيره.